السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي. ما زلنا مع سلسلة توعية الناس من الذهاب إلى السحر والسحرة، والنهاردة الكلام هيكون عن موضوع مهم جدا، وده للأسف الشديد بنجد هذا الموضوع أو هذا السحر بالذات في كثير من البيوت، وهو سحر التفريق، وهو من أشهر أنواع السحر وأقدمها. يعني سبحان الله العظيم، يعني من أشهر الأنواع ومن أقدم الأنواع. جبت الكلام ده منين؟ عندنا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، وهو حديث إبليس. إبليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينشر عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، ذريته يعني، فيأتي رجل ويقول: ما تركت فلان ابن فلان إلا وقد قتل. يقول له: ما صنعت شيء، انتبه انتبه. بيقول له: خليت فلان قتل فلان. يقول له: عملتش حاجة. ثم يأتي له آخر ويقول: جعلت فلان يزني بفلانة. قال: ما فعلت شيء. ثم يأتي له بثالث ويقول: ما تركت فلان ابن فلان إلا وفرقت بينه وبين زوجته. يقوم من على عرشه ويحتضن ويقول: هذا هو، هذا هو، هو ده الشغل يعني. فأنت متخيل أن قضية التفريق بين الزوجين عند إبليس أفضل وأكبر من القتل والزنا. وده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى درجات الصحة. فسحر التفريق عايزين نتعرف عليه، وعايزين نتعرف على علاماته، وازاي نتصرف معاه، وازاي نتعالج منه لو لقيناه موجود في بيوتنا. اول حاجة التشاجر بين الزوجين على اتفه الاسباب، ثم يحدث الطلاق سريعا. ايه ده؟ ده حصل بالفعل، ممكن يكون مع بعض الاشخاص انا اعرفهم. ايوه، الخلاف والتشاجر والتنازع على أتفه الأسباب، وسريعا سريعا يحدث الطلاق. وبعدما يحدث الطلاق تجد أحد الطرفين أو كلاهما معه قد يندم على ما فعله، لكن هيهات هيهات، حدث الطلاق. أحيانا الساحر بيعمل عمل للطرفين، الزوج والزوجة، وأحيانا يعمله لطرف واحد. لكن لما السحر بيكون للطرفين الاثنين مع بعض، الطلاق ومع شديد الأسف يحدث سريعا، وأحيانا يحدث الطلاق إذا كان أيضا من طرف واحد، لكن بيكون بنسبة أقل. بمعنى أن الطرف السليم لازم يفهم أن شريكه في الحياة عنده سحر، ولازم يصبر عليه ويحاول يعالجه، ويحاول يكون عنده ضوابط نفسية. يعني أحيانا ممكن تجد الزوجة بدأت تتكلم مع الزوج بطريقة قبيحة، بطريقة مستفزة، وده مش من عادتها. فأنت كرجل عاقل متدين فاهم، لازم تعرف إن وراء الأسلوب ده حاجة غير طبيعية، فأنت لازم تصبر عليها، ولازم تحاول تعالجها. عالجها ازاي؟ طبعا تدور على معالج بالقرآن، وإياك إياك أن تذهب إلى سحر. ينبغي أن أركز على نقطة مهمة جدا، وهي تخص العقيدة. احنا عاملين السلسلة دي أصلا علشان العقيدة، أن الساحر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله. عندنا آية في القرآن معظمنا يحفظها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. معنى الكلام ده إيه؟ أن الساحر بيعمل الأعمال ويبعث سراياه من الجن، هو لا يضر ولا ينفع إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. إذا أذن الله تبارك وتعالى من باب الابتلاء ترك هذا الساحر يضرك. إذن الضر والنفع لا يقع إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. فالسحر موجود والسحرة موجودة وبيشتغلوا كل حاجة.
احنا مش بنخوفكم، لكن عايزين نصحح المفاهيم. كتير من الناس يقول لك انا بعتقدش في الكلام ده. لا يا حبيبي، الكلام ده موجود، وللأسف الشديد معظمنا مقصر مع ربه تبارك وتعالى، وده بيبقى المدخل الكبير اللي بيدخل منه الساحر. يعني لما تلاقي الناس اللي هي معظمها عندها سحر، فتش في حياتهم هتلاقيهم مقصرين مع ربهم تبارك وتعالى. فده بيبقى باب لمدخل الساحر لجسد هذا الإنسان الذي يريد أن يصنع له عمل، سواء بالتفريق أو سواء بأي شيء آخر. فتقصيرنا وبعدنا عن الدين وعدم فهمنا للعقيدة، ده بيبقى مدخل للساحر إنه يدخل لك. طيب لما نيجي مثلا نتعرف على أعراض سحر التفريق، أنا رجل متزوج أو امرأة متزوجة عايزة تعرف زوجها عنده سحر للتفريق ولا لا، والزوج كذلك عاوز يعرف ان زوجته عندها سحر تفريق ام لا. نتعرف على الكلام ده ازاي؟ طبعا كل نوع من انواع السحر، وده بالاستقراء. يعني ايه بالاستقراء؟ يعني من خلال المعالجين اللي عالجوا حالات كتيرة جدا وعايشين وحاملين هم هذا الدين من هذه الجهة بالذات، بدأوا يعرفوا ان سحر التفريق ده اعراضه 1 2 3، وطبعا بيتكرر مع اكثر من حالة، اذا هذه الحالات ثابتة. اول حاجة النفور المتبادل من الطرفين او من احد الطرفين. لو ان الساحر عمل التفريق للطرفين الاثنين، يبقوا الطرفين الاثنين مش طايقين بعض. واحيانا ممكن الساحر يعمل لطرف واحد، فالطرف اللي هو معمول له السحر ده مش طايق الطرف السليم، والطرف السليم مش فاهم هو ده ليه بيعامله كده ليه. فلازم تفهم ان الطرف التاني ده طرأ عليه شيء غير طبيعي، فلازم تفهم. فالنفور المتبادل من الطرفين او من احد الطرفين هذا سحر تفريق. عدم التماس الاعذار من احد الطرفين، يبداوا يتلككوا البعض ويبداوا يتخانقوا على اتفه الاسباب، ومش عارفين هم ليه بيعملوا كده، وفي لحظات يندموا على ازاي انا كنت بقف مع حاجه زي دي، ليه انا وقفت هنا وعملت كذا وكذا ليه. يعرف ان في حاجه طرقت عليهم. 4 التفكير في الطلاق وبشده بل والالحاح عليه، وحينما يحدث يندم عليه في لحظاته. انه يفكر في الطلاق، والطلاق ده قضيه شغله جدا، سواء الزوجه اللي بتطلب الطلاق ولا سواء الزوج اللي عاوز يطلق، والالحاح عليه ثم الندم عليه في لحظاته. 5 رؤيه الطرف الاخر قبيح ورائحته منتنه. خلي بالكم يا جماعه، عايز افرق ما بين انك تشوفي زوجك في صورة قبيحة والناس كلها تشوفه في نفس الصورة، او انت بس اللي تشوفيه في صورة قبيحة، وكذلك الزوج. انك تشوف زوجتك في صورة قبيحة، وطبعا دي مش صورتها، هي جميلة، لكن انت شايفها وحشة، انت شايفها ريحتها كريهة، انت شايفها قبيحة. لو ان انت بس اللي شايفها كده، اعرف ان ده اسمه سحر تفريق. انما انت لو انت شايفها وحشه وناس كتير اكدوا لك نفس المعنى، ده اسمه سحر تشويه الجمال. تاني عشان نفرق ما بين سحر تشويه الجمال وسحر التفريق. التفريق ان احد الطرفين بس هو اللي يشوف الطرف الثاني في صورة قبيحة ويشم منه رائحة كريهة، ده اسمه سحر تفريق بين الزوجين. أما لو إن أنت شايف زوجتك في صورة قبيحة وتشم منها رائحة منتنة أو كريهة، وغيرك شاف نفس الكلام، ده اسمه سحر تشويه الجمال. حد عمل لها عمل إن هي تبقى وحشة قدام الناس،
زوجها او غيره، ده اسمه سحر تشويه الجماد. دي حته كده ناخدها علشان نعرف لو حصلت نعرف نفرق. سته، تجنب النظر من احد الطرفين. لما تلاقي ان انت زوجتك بتهرب منك ومش راضيه تحط عينيها في عينك، او ان انت مش عاوز تحط عينك في عين زوجتك، ده اسمه سحر تفريق. وانت مش عارف انت ليه مش عايز تبص لزوجتك، وانت مش عارفه انت ليه بتتجنبي انك تنظري في عين زوجك، او ان هو مش عاوز يبص في عينك، ده اسمه سحر تفريق. سبعه، الشعور بان الطرف الاخر مستفز. ودي ما اكثرها، انك تحس ان الطرف الثاني مستفز، زوجتك مستفزه، او ان انت تشوفي زوجك مستفز، بيستفزك على اتفه الاسباب، سحر تفريق. الشعور بالضيق مع وجود الطرف الاخر. طول ما انا قاعد في مكان ومعايا زوجتي انا حاسه متضايق، طول ما هي قاعده وحاسه ان هي متضايقه وزوجها معاها، ده اسمه سحر تفريق. التفكير في ترك المنزل، مش عايز تقعد في البيت، دايما تفكر ويجي لك هاتف او احساس داخلي اخرج بره البيت. وسبحان الله لما تخرج بره البيت تحس ان انت مرتاح، ولمجرد انك تدخل البيت تحس ان انت متضايق. وهي كذلك، بل الاعجب من كده، ان اللي عنده من احد الطرفين سحر تفريق عنده استشعار بقدوم الطرف الثاني قبل ان يدخل البيت. ودي شفناها في حالات كتيرة جدا، تقول أنا بحس بزوجي قبل ما يجي، قبل ما يدخل البيت، وممكن يكون في بلد تانية جنبها، قبل ما زوجها يجي عندها حالة استشعار، حد بيقول لها زوجك جاي. طبعا ده من الجن، ده اسمه سحر تفريق. النفور من العلاقة الزوجية، في نفور، دي زوجتك وحلالك، والحاجة دي انت كنت متعود، يعني على حسب كل انسان على ما هو عليه، فالطبيعي بتاعك انت حاسس ان انت كمان مش عايزه. نفور من العلاقة الزوجية، تتلكك على اتفه الاسباب ان ما يكونش فيها علاقة حميمية سواء من احد الطرفين او من الطرفين، ده اسمه سحر تفريق. الاتهام بالخيانة دائما للطرف الاخر، دايما الانسان الطرف اللي معمول له سحر دايما يتهم الطرف الاخر انه خاين، سواء رجل او امراه، فاتهام بالخيانه دائما للطرف الثاني. وطبعا الكلام ده مش موجود، بس هو احساس داخلي ان زوجك خاين، لان انت معمول لك سحر تفريق، وانت كمان حاسس ان زوجتك بتخونك. الاحساس ده، الشعور ده داخلي موجود، ليه؟ لان انت عندك سحر تفريق. طيب عايزين نفرق يا جماعة بين سحر التفريق وسحر الصرف، زي ما بينت لك في الأول كده، يعني إيه سحر تشويه جمال، يعني إيه سحر تفريق. عاوزين نعرف قبل ما نختم الفيديو ده معنى سحر التفريق وسحر الصرف. سحر التفريق إن الزوج يسيب زوجته، أو الخاطب يسيب خطيبته. إنما سحر الصرف هو صرف الخطاب عنها قبل أن يأتوا إليها، دي معمول لها سحر صرف، إن ما حدش يدخل لها البيت ولا يخطبها، ده اسمه سحر صرف. ده كل ما يخص سحر التفريق. انتظرونا في لقاء جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.